حرام ناخد الدكتورة، حرام. ما شاء الله. بندك الصحة قلت لهم تقول محاضرة، محاضرة بعنوان كان واحد قصف غلبان عيان قوي، ضد الدكتور. قال والله سيدنا سلامة موسى الدكتور جاز عمر وأخوه. سوزة، محبت الدكتور عبد المجيد سيد أحمد يا عطية حبيبي. موسى ربنا بيسمح كلامك، وصار يزعله وقال له ايه، قول له يديني الخير اسبوع واحد بس وياخده تاني. قال له صايم، صار يقول له يا رب فلان الفلان محتاج قوي وغلبان وايه، واديله الخير اسبوع واحد بس. تقول اديني الخير اسبوع واحد بس، اداله الخير. سبحان الله، ما عرفت جاله الخير منين. دي كل الراجل شاف الخير بقى، وصار ينادي بقى في البلد، الجعان يجي ياكل، اللي عريان يجي اكسيه، اللي عنده دين يجي سده. وبقى عمال ينادي كل يوم في البلد، ويذبح ذبايح ويأكل ويقايش، عمال يأكل الناس بقى كلها وفرحان، ويجيب الذبايح يذبح، والطباخين تطبخ، والدنيا ويأكلوا الناس كله غلابة وغلابة، وكله ياكل. واللي واللي يعني مليون يروح يسدله الفلوس، يسد دينه عنه، والعريان يكسيه ويديله فلوس ويهيصه. بقى عمال كده ونادي في البلاد، بقى ينادي في البلاد كمان كلها كمان، صار ينادي ينادي الخير يزيد عند الراجل والبين، الخير بيزيد. أم سيدنا موسى بقى لف لف وشاف الراجل، الله ده لسه الخير عنده. يا رب مش كنا كنت بتقول أسبوع واحد، أسبوع واحد وتاخده تاني. قال له تأدب يا موسى، أنا فتحت له باب واحد، باب فتحت له باب، وفتحت ثمان تبوات سبقنا. يا سبحان الله، يعني ربنا ما بيختارش عن حد. أكيد 100% لا يخلو لما الإله. ترجعوا لربنا كده وتعملوا طيب وفي الله دنياكم الإله الحق وآخرتكم يوم. وخيصوا، ربنا هيحوش عنكم البلاء والغلاء الحمد وكل لله حاجة. شكرا لله، ربنا يديك الصحة. هيحوش عنه، الحمد لله هيحوش عنا الغلاء والبلاء وكل والبلاء وكل. ربنا يديك الصحة. حرام شو المعلومات يبقى في الأوعية. بلدك الساحة قلت له أنا الدكتورة جزع من سوزان حبيبتي، الدكتور عبد المجيد سيد أحمد عطية حبيبي. ترتيل القرآن الكريم هذا الدكتورة جزع من سوزان حبيبتي سورة المائدة. ترتيل القرآن الكريم هذا الدكتور عبد المجيد سيد أحمد عطية حبيبي سورة المائدة. أنا قبر بخاطر ما هو الله صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول الله.